إذا عندنا بدنا نطلع على اللوسز أنواع اللوسز في الترانسفورمرز، ما عندنا موفينج بارتس في الترانسفورمرز، there are no moving parts. ولأنه ما فيش موفينج بارتس بكون عندي no friction و no windage. windage يعني اللي هي مقاومة الهواء للدوران. مين اللي بيكون فيه friction و windage؟ إيش نوع الإلكتريكال ماشين اللي بيكون فيها friction و windage لأنها بتتحرك؟ شو بتتوقعوا؟ المحرك، الموتور. الموتور لأنه بلف، ها؟ هل الترانسفورمر بتتحرك؟ لا. إذا عندنا أنواع اللوسز، إذا two types of losses. عندنا core losses. والcore losses بتعتمد على as long as flux density and frequency are constant, core losses are constant. Okay. إذا مدام وعلى فكرة الـ flux density إذا عندي الـ voltage constant إذا الـ voltage constant فيجبري الـ flux density constant if the voltage is constant. إذا الـ voltage ما تغير هون راح أحط إشارة هيك. Is the voltage, if voltage remains constant flux or magnetic flux, magnetic flux density, if voltage remains constant, magnetic flux density remains constant. كمان الشيء الثاني الفريكونسي. فاذا الفريكونسي ضلت كونستانت والفولتج ضل كونستانت راح يضل الكور لوسز كونستانت. وبعدين هذا كمان اندبندنت اوف لود. فكمان لو اللود زاد او نقص راح يضل الكور لوسز كونستانت. عندنا تو تايبس. النوع الاول اللي هو Eddy current losses. وكيف ممكن نخفف من Eddy current losses؟ is it to reduce Eddy current losses. We can either use an non-conducting core or out نعمل laminate the core. إذن أحد الحلول اللي تخفف من الأدي current losses إنه نستعمل laminations. النوع الثاني من losses هي core losses. النوع الثاني من losses اللي هو copper loss. النوع الثاني عفوا اللي هو الهستريسيس. Hysteresis losses. Is an A, the eddy current losses. B, hysteresis losses. Hysteresis losses, من وين نشأ hysteresis losses؟ إني بحاول أعمل orientation or reorientation the magnetic domains. Is an hysteresis losses. Results from the process of orienting and de-orienting the magnetic domains. Magnetic domains is that all? نوعين من الكور لوسز. النوع الثاني من اللوسز اللي هو كوبر لوسز.
copper losses. من اسمها copper losses وين بيصير هاي losses؟ بالكوبر. بالكوبر يعني الأسلاك. يعني في عندنا losses راح تصير بالأسلاك وفي losses راح تصير في الكور. اللوسز اللي بدها تصير بالأسلاك تعتمد على الكرنت إذا هاي depend on الكرنت. وكل ما تغير الكرنت تغير عندنا الكوبر لوسز. والكوبر لوسز في كوبر لوسز تساوي I سكوير إذا هاي لوسز ناشئة عن كرنت مشي في الكوبر فصار عندنا copper losses اللي هي I square R. إذا copper losses depend on the current وهدول they vary with load. The core losses constant with load ما بتتغير باللود. حتى لما يتغير اللود ما بتتغير ال core losses بس ال copper losses تتغير باللود. They vary with load is proportional to the square of the current. هاي عارفين من وين اجت I square R؟ قانون اللي هو الباور مش هيك؟ اذا عندي باور لوسز في هدول هم نوعين الكوبر لوسز او هدول نوعين اللوسز اللي بيصيروا في المحولات.